أطلقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 على أن يكون المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية. جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو. وقد أوضحت ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ في عمل القطاعات الأخرى. من جهتها أشادت آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، مؤكدة أن البنك بصدد دعم مصر في دراسات أولويات الاستراتيجية وتقديم الحوافز الاقتصادية الخضراء.